هتهمش تطلع ريميرا بباربيس. شيء كبير تفضل غيرنا فيقول الله صدقت قال فيدخلون الجنة تقضي الناس ويبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والفلوس. الدنيا وخش بها هنا مع الخرجة كان واحد البلاكا هنا كنا شنو واحد البلاك بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الثلاثاء 11 جويلية 95 اقتل في هذا المسجد الشيخ عبد الباقي الصحراوي رحمه الله 1910 1995 الشيخ عبد الباقي الصحراوي غلام مهي في فرجود الله سؤال كدوين. هذا قال لك البلاصة هذه قلت له هذا الإمام وقت الإرهاب. المهم من بعد قال لي كاين واحد ايتيديون جاي منه وصادو قلت له اسمه ماتو زوز ولي قتلتيه وين روحتي درك ها حي ولا ميت يا شيخ قتلتي انسان امام خالد مهما كان قتلتيه في المسجد كيف سوا واش تكون انت الامام جزائري هذا ما راك في برباس خويا لا ريميرا هذا الإمام 85 سنة جيت قتلته انت إن الله تجتمع الخصوم ودوا أروح أقول له اسمح لي قتلتي رقبة قتلتي زوز ايتيديون والشيخ رانا في لاري ميرال احنا اون بلان بارباس الله يرحم الشيخ مهما كان وقت هذاك كيفاش حتى نخمو قتلوه هاي لاري ميرال العشرية السوداء بزاف الناس ماتت على بال مشاكل كبيرة وقعت الحمد لله العبد يغطي خلص عند ربي سبحانه قلت يا رقبة تحسب عليها وراح قل له دركة على ربي يقول له اسمح لي هذيك بينك بين مولاك هنا رانا